لاعب رياضي في نادي روم عندك الارض؟ لا رجع شغل خمسه سيدي الرئيس. لا درتي ملاعب رياضيه جوج فين؟ عندك الارض؟ هذا شي طلعت عليه سيدي الرئيس مازال ما وصلناش ديك النقطه. لا ما ديريش حاجه اللي ما عنديش شي مشروع غير قابل للانجاز. لا 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 الدراسه خصو ما يديرش من راسو. انا عارف بانه ما عنديش الارض في بنطي وانت مبرمج لي عندنا الفلوس غادي نبرجو في الملاعب الرياضية. واش نشريو الارض؟ عندك انت الارض؟ واش تقول لي الملاعب الرياضية؟ دير القرب. انا جاي يا سيدي الرئيس لهاد النقطة. ما ديرليش شي حاجة اللي غير قابلة للتحليق، الله يخليكم. باش ما نختلفوش. انا ما كانش. كتقولوا على شي مشاريع خيالية. إلا قلت لي غادي نديروا هذا الروبون في السونتر. مزيانة. كاين الأرض، كاين كذا، ما عندناش مشكل. ولكن باش ديرلي شي حاجة فين كاين البومبا ديال الطاكسي؟ كي غادير لي ديك الروبون؟ باش تهدم داكشي اللي بنينا نهار الأول نعاودوه. عندنا احياء غير مجهزه الان خصني نفك هذه اللي عندي. عندي احياء عشوائيه سميها لا ماشي غادي تزيد لي لوكس ونحن الاحياء مازال ما وصلناهمش. لا ما ديروش من راسكم انتم ما عندكم ما تقولوا من راسكم. استشروا معنا احنا اللي عارفين الاولويات فين عندنا والاكراهات فين عندنا. ما ديريش مشاريع خياليه غدا ما نقدروش نديروها. كما غدير مشاريع خارجية باش غدير كيفاش تنجز الخيال نحيدو من روسنا باش نعاود لواحد الروبوان تام وخسرنا عليه الفلوس وخذلنا الوقت وديرونجينا الناس الاشغال العام كله هما كي ما الله يخليكم ما تعاودوش الخدمة. غادي نوصلو للكماليات غادي نعاودو ولكن في هاد الساعة محتاجين هنا الاحياء كلهم من دكدكة غادي نهدموا هذه باش نعاودوها هذه ما نحيدوها من بالكم ما تدوزش نعاود الخدمة. لا درتي مشروع استغل واحد 10 سنين 20 عام وصل وقت التغيير ديالو ولكن يكون عندك الوسائل ويكونوا الاحياء شوية متوازنة باش ما نركزوش في إعادة البناء ديال شي حوايج هما مازال صعب. هذا هو الهدف ديالنا حنا بغينا نربحو ماكسيموم ديال المشاريع بغينا نرضيو أكبر عدد ممكن من السكان. السكينة هي المحور ديال هادشي كله. إذا كنا غادي نبداو ندورو في بلاصة وحدة لا ماشي حاجة.